ما فينا نحكي على النهضة العربية بظل هالحروب وهالظلم وهالقهر اللي عم نعيشه نحن كشعوب عربية إلا إذا تكاتفنا مع بعض، إلا إذا آمنا إنه بالعلم وبالمعرفة وبالثقافة وبالمحبة وبالانتماء وبوقوفنا مع بعض إيد واحدة بنقدر نتجاوز كل هذا الشيء وبنقدر نساهم بوقف الحروب، بتربية أطفالنا بشكل صح لحتى نبني جيل ومستقبل آمن، جيل ومستقبل يحمي ما تبقى من الثقافات العربية. النهضة العربية بدها وعي، بدها ثقافة، بدها محبة لا متناهية في سبيل النهوض بالإنسان العربي وبالوطن العربي إلى أفضل المستويات.